أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو توجيه فضيلتكم باختيار ابن جرير رحمه الله؟ يقول أحسن الله إليكم: ما هو توجيه فضيلتكم باختيار ابن جرير رحمه الله بأن النور الذي يسعى بين أيدي المؤمنين وبأيمانهم ليس معنيا به الضياء، وفسر النور بأنه إيمانهم وثواب أعمالهم الصالحة وهداهم؟ هذا بعض معنى الآية، هذا بعض معنى الآية، والمفسر قد يفسر الآية ببعض معانيها. الآية تحتمل هذا وهذا، فابن جرير رحمه الله أخذ بمعنى من معانيها، وهذا من اختلاف التنوع. نعم.